تابع بي على هامش الانتخابات اليوم البلبلة اللي سببها مغني الراب الامريكي 50 سنت عندما اعلن دعمه للرئيس الامريكي دونالد ترامب تصريحات 50 سنت كانت لا اريد ان اصبح 20 سنت معلنا رفضه خطط المرشح الديمقراطي جو بايدن بشان الدفع الضريبي بالولايات المتحده الامريكيه، المغني نشر صوره على حسابه وانتقد الزيادات المتوقعه بالعوائد الضريبيه للخزينه بحال فاز جو بايدن بالانتخابات، وهذه الزيادات ستفرض على من يجنون اكثر من 400 الف دولار امريكي سنويا، وطبعا مغني الراب 50 سنت هو احد هؤلاء الاشخاص ولذلك هو معارض لجو بايدن. لم تنتهي هنا هناك أيضا الأعلامية الأمريكية تشيلسي هاندلر التي انتقدت 50 سنت وقالت أنها مستعدة لدفع الضرائب عنه حتى لا يصوت لصالح ترامب هي طبعا معروفة بمعارضتها سياسات الرئيس الأمريكي وتدعو لدعم منافسه الديمقراطي جو بايدن رح ننتقل من هذه القصة لقصة أخرى أيضا على هامش الانتخابات والممثل الأمريكي الشهير الحائز هذا العام على جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد أكيد عم نتحدث عن براد بيت الذي سجل دعاية داعمة لحملة المرشح الديمقراطي جو بايدن دعاية بثت ليل أمس السبت في مباريات البيسبول الوطنية يقول بيت في الدعاية أمريكا مكان للجميع وليست لأشخاص محددين من اختاروا هذا الوطن من قاتلوا في سبيله منهم جمهوريون منهم ديمقراطيون ومعظمهم بين الجانبين وبالدعاية يظهر بايدن يصفح العديد من الناخبين ويعانقهم بصور قديمة أكيد لأنه اليوم في أزمة كورونا كما هو معروف دعا بيت في الدعاية التي سميت اجعلوا الحياة أفضل للتصويت لجو بايدن ووصف جو بايدن بأنه الشخص الذي يفهم أمال الأمريكيين وأحلامهم وقلقهم ايضا. اذا هذا ابرز القصص على هامش الانتخابات الامريكيه، نلقاكم طبعا بقصص جديده يوم غد وفي الايام المقبله، كونوا على الموعد.